بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نعرض لكم أحد العينات التي درستها في السابق، وهي عبارة عن عينة أخذتها من أنسجة نباتات بحرية. طبعا هذه الأنسجة النباتات البحرية عبارة عن مجموعة كبيرة من الأحياء الدقيقة المندمجة مع بعض بشكل مستعمرات، وهذه المستعمرات عبارة عن يعني تكتل حيوي أحيائي، يعني من فصائل متعددة من الأحياء الدقيقة. وأنا أنصح يعني لمحبين دراسة الأحياء الدقيقة في دراسة أنسجة النباتات البحرية يعني التالفة أو الميتة، ممكن تلقى أنواع من الميكروبات والطفيليات والأنسجة، يعني ممكن يحصل لها تليف نسيجي تتجمع عليها الميكروبات والطفيليات الأخرى كي تتغذى على هذه المنطقة، كونها يعني الجهاز المناعي اختفى في هذه الأنسجة. لا يمكن الأنسجة النباتية محاربة هذا يعني الطفيليات، كونه يعني النبات بشكل أو آخر ميت. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وأنا يعني أحب أحرصكم على دراسة الميكروبات والطفيليات والأحياء الدقيقة المتواجدة في هذه المنطقة بالتحديد، وبهذه الفقرة بالتحديد. وإن شاء الله نشوفكم في عينة أخرى، ويعني فصيلة جديدة تحت المجهر في المستقبل.